صباح الخير، وعذرا على التأخير في حلقة حوار اليوم بسبب نقل المؤتمر الصحفي من وزارة التربية، حيث أعلن المعنيون عن خطة هذه الوزارة للتعليم عبر الإنترنت تزامنا مع أزمة الكورونا. رح أبدأ هذه الحلقة طبعا مع عناوين التي طرحت البارحة على طاولة مجلس الوزراء والتي تهم كل اللبنانيين لناحية الكابيتال كنترول، ما أصبح يعرف بهذا القانون، وإمكانية الهيركت. هلا رح نحكي أكثر معه، رح نفسر للبنانيين ماذا حصل البارحة على طاولة مجلس الوزراء. بدي أنتقل برسالة مباشرة من عبر سكايب مع دكتور بول مرقص. صباح الخير دكتور. ما عندي صوت بالاستوديو، بدي اعتذر انه تاخرنا عليك دكتور، بس طبعا مثل ما صرت تعرف بسبب النقل المباشر. دكتور بول رئيس جمعية جوستيسيا، منظمة جوستيسيا. دكتور بول، نحن مش عم نقدر نسمع صوتك بالاستوديو. لا، ما عم نقدر نسمع صوتك. رح نبلش بالاتصال يعني معه للدكتور لحتى يزبط الصوت عبر سكايب. صباح الخير دكتور. صباح النور. ماذا حصل البارحة على طاولة مجلس الوزراء؟ ليش سحب قانون الكابيتال كنترول؟ ما هو اللي انطرح أول مرة بالصيغة وبعدين عدل وبعدها قال وزير المال غازي وزني بأنه سحبه بناء على طلب الرئيس بري؟ بدي أبدأ معك بهذه النقطة لننتقل من بعدها للمواد الأخرى التي طرحت والتي تعنى بأموال اللبنانيين لناحية هيركات أو تحويل الأموال إلى الخارج، خصوصا مع ما تم الحديث عنه عن تحويل أموال الأهل إلى أبنائهم يلي هن عم يتعلموا برا وتحديد سقف لهذا الموضوع. لنبدأ بالكابيتال كنترول دكتور. خليني أوضح أول شيء، كابيتال كنترول يعني القيود على السحوبات النقدية للمصارف وعلى التحويل إلى الخارج. لنوضح شو هو. نعم بس الصوت شوي واطي. اوكي رح تحكي دغري مباشرة على التليفون. اوكي تفضل. ايه تفضل. كنت عم اقول انه الكابيتال كنترول هو تقييد للسحوبات، تقييد للتحويل المصرفية إلى الخارج. إنما اللي صار إنه فعليا جمعية المصارف والمصارف دأبوا من 18 تشرين الثاني على تطبيق الكابيتال كنترول بصوره فعليه دون وجود نص قانوني بيحمي هالممارسه هاي وبقولنا. لذلك قامت مبادره من قبل مصرف لبنان ووزير المال مشتركه لقوننه هالقيود على التحويل وعلى السحوبات المصرفية بموجب نصين بالأساس. نص مشروع قانون كان من المفترض أن يرسل من الحكومة إلى المجلس النيابي، ونص تعميم ينزل عن مصرف لبنان تطبيقا لهذا القانون إذا صدر. صار في عدة تعديلات على هذا النص، وكثرت هالتعديلات وانا كنت من اللي اعطي ملاحظات على هذا النص، اخذ بالبعض منها وربما لم يؤخذ بالاخر ما بعرف، لكن هيك صار في عده ايادي من الطباخين، فبعتقد احترقت الطبخه. ليش احترقت الطبخه؟ هل احترقت لانه بالاساس كان في محاذره من قبل السياسيين في اقرار هكذا قانون، لانه هو بصميمه غير دستوري. قد ما نحاول نحسنه ونطوره ونعطيه من الاسباب الموجبه لصدوره يبقى غير دستوري، لانه يخالف الفقره واو من مقدمه الدستور بتحكي عن النظام الاقتصادي الليبرالي الحر اللي بيحمي الملكيه الفرديه الخاصه. وبالتالي هذا القانون حتى لو كان راح كمشروع من الحكومه للمجلس واقر يبقى قابلا للابطال امام المجلس الدستوري، واي تعميم يصدر عن مجلس لبنان ايضا يبقى قابلا للابطال امام مجلس شورى الدوله. خصوصا انه في الاسباب الموجبه ما كان في كفايه تعليل لناحيه المواثيق العالميه لحقوق الانسان اللي بتذكر
منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صادر سنة 48 اللي لبنان صاغه وشارك بصياغته وبإقراره، وأيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية صادر سنة 66 والنافذ سنة 72، هؤلاء بنصوا على إمكانية تعليق الحقوق يعني تقييد الحقوق إنما لمدة زمنية محددة وبموضوع محصور لدواعي الأمن القومي أو المصلحة العامة أو الاستقرار إلى ما هنالك من مبادئ أساسية تبيح تقييد الحقوق، ليس إلغاء الحقوق لكن تقييد هذه الحقوق بصورة محصورة زمنيا وبالموضوع. فكان لازم يصير في عطف على هذا المواثيق أكثر وأكثر وتبرير وتعليل أكثر ومعيارية أكثر. صار في مساعي هون مشكور وزير المال قام بمساعي لوضع معايير أكثر بهذا النص حتى يصير في إذا بدك أكثر مساواة وتكافؤ بين المودعين، مين له حق يسحب وإيش له حق يسحب، وفي ناس عندهم مبررات يعني عندهم نفقات تشغيلية، عندهم أجور للعمال والأجراء اللي عندهم، في ناس عندهم طبابة بالخارج، أقساط جامعات لأولادهم، ضرائب بالخارج أو التزامات حتى. ففي نوع من المعيارية، وضع معايير لهذا النص. شو هو المعيار يلي انحط؟ لأنه انحكى عن خلاف داخل مجلس الوزراء حول المعيار، في ناس قالوا بدهم 50,000 دولار، في ناس قالوا لا 30,000 دولار، واضح أنه حزب الله رفض السقف تبع ال 50,000 دولار، ما هيك؟ صار في عدة آراء بمجلس الوزراء، إنما كل المشروع كمشروع أطيح به حاليا لهذا السبب، ولكن لسبب آخر مبادرة رئيس مجلس النواب إلى اعتبار أنه أي قانون أو مشروع قانون بيصلوا على المجلس هو مشروع غير دستوري. نعم. للأسباب اللي ذكرتها كان عم يلمح على هالموضوع صار له أشهر، إنما حسم الأمر بهذا القول، أعتقد تصريح صحفي أعتقد في ذلك، مما أدى إلى إعادة تجميد المشروع لصالح مشروع آخر هلأ طرح من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة، كمان في معايير في استثناءات يعني للسفرات للأمور اللي هي ضرورية، وفي أكثر مبالغ ممكن سحبها من قبل المواطنين أكثر مما أتى عليه المشروع الأول يلي هلأ رجع اتجمد. بس أنا عندي سؤال هون لو سمحت لي أقاطعك دكتور مرقص، إنه المشروع الأول يلي انطرح مين كان طرحه؟ مش وزير المال غازي وزني هو كمان يعني المحسوب على الرئيس نبيه بري في الحكومة، لماذا صار يعني هذا الأخذ والرد في القانون ومن بعدها رجع نفس الفريق تراجع عنه؟ بالأساس ما كان في إذا بدك تأكيد أو حزم على اعتماد هذا النص، لبل كان في نصين، واحد مشروع قانون وواحد مشروع تعميم مستند الى القانون اذا صدر، وما كان في اشاره واضحه اعتقد عم بحكي باسمي الشخصي عن رئيس مجلس النواب، كان في تلميح اذا بتذكري اعطى اكثر من تصريح بموضوع قدسيه اموال المودعين. صح. الى ان من 3 ايام تحديدا أو 4 أيام أعطى تصريح لإحدى وكالات الأنباء بقول فيها إنه هذا النص غير دستوري. هل هذا لموقف مبدئي عنده إياه أساسا رئيس المجلس، أو لأنه صار في عدة تعديلات ويعني تدخل أكثر من اللازم بهالصياغة واحترقت مثل ما سميناها الطبخة، ما بقدر أعرف. إنما بمطلق الأحوال هذا الموضوع هلا مجمد وبعثر. وعلى كل حال ما كنت شاعر انه هو هالفكره هي جايه حتى تعطي مساواه اكثر او تكافؤ او حقوق للمودعين اكثر مما هن عندهم اياها. جايه تقريبا كانت الصيغه تكرس الامر الواقع اللي موجود، اللي هو برجع اقول لك امر واقع غير قانوني، ولو انه خلفيته حبيبي، بمعنى انه كانت الغايه من وراء فرض هالقيود من قبل المصارف هو حمايه الاستقرار المصرفي او ما تبقى منه، او الحد الادنى للحد الادنى ما تبقى من سيوله مصرفيه حتى ما تنهار. كان في رش او رن على المصارف بشكل تهافت غير مسبوق وما قادره تتحمله، وحساباتها لدى المصارف الدوليه المراسله برا الكورسبانس بانكس كانت عم تفضى وما قادره
تلبي طلبات المواطنين بعملة أجنبية، وهذا أمر غير مألوف أساسا. بتعرف أنت عادة الناس بكل بلاد العالم يسحبوا من عملته، نعم، لأنه الدولة ما بتطبع عملة أجنبية. فالمخزون الورقي النقدي البنك نوتس الموجود بالمصارف هذا أمر طبيعي ما يكون كامل 100%، بصرف النظر عن موضوع وين وظفت، وإذا وظفت صح المصارف أو أخطأت في هذا التوظيف مع الدولة أو مع سواها. لكن كمخزون ورقي نقدي كسيولة ورقية ما في عندك إمكانية، ولا بلد بالعالم ولا بنك يقدر يحمل عملات أجنبية بهالكم الهائل مما تتهافت عليه الناس. ومش سر إنه اللي بنتهافت عليه كلنا هو مش لغايات دائما وحاجات، إنما مرات للتخزين مثل ما الناس عم تعمل تعرفي بالبيوت وبالمحلات. بقى هذا المخزون صبح حوالي 5 6 مليارات دولار، صار عندك كتلة نقدية ورقية بالدولار خارج النظام المصرفي اللبناني التقليدي اللي بنعرفه، وهيدا أدى إلى استنزاف هذه السيولة. مش تبريرا للمصارف على اللي عملته، بس تقدر تضل مكملة، وإلا اليوم ما كان في مصارف. يعني حتى اليوم لو المصارف بعرف إنه دورة متقلص ودورة حساس أصبح وهلا يعني شبه مقفلة والناس ما راضية، بس كان ما راح يعود في قطاع مصرفي وما راح يعود في شيء اسمه مصارف لو بدها تستنفذ كل مخزونها من السيولة. مشكلتها مشكلة سيولة أكثر ما هي مشكلة ملاءة على كل حال. بس هذا ما بيخفي وما بينفي إنه الإجراءات اللي كانت عم تقوم فيها هي غير قانونية، لأنه ما لنا مستند لنص قانوني. وبتعرفي كان في عدة دعاوى من عدة مذيعين بوجه المصارف بس ما قدروا يطبقون، يعني حتى لو ربحوا الدعاوى في القضاء في حديث انه ما قدروا استحصلوا على اموالهم، صح؟ ما عرفت حدا استحصل بعد على امواله، لكن بقدر اقول لك انه كتار اذا مش كلهم كتار ربحوا الدعوى، يعني صدرت احكام عن قضاء العجلي قرارات لصالح هؤلاء المذيعين، يعني على المستوى اذا بدك الابتدائي عم بحكي قاضي عجلي، ومن ثم صار في استئناف لهذه الاحكام امام محاكم الاستئناف المختصه، والبعض منا وقف تنفيذ احكام العجلي، وهلا رايحه للحكم بالاساس. وقت تقولي بالاساس يعني جزء قرار استئنافي بالاساس، وهذا سبب اساسي للنص اللي هو قيد التداول اللي برجع اقول لك هو نص اكثر لحمايه المصارف مما هو لحمايه المذيعين. وبتعرفيني قديش بحاول احكي بموضوعيه، بس هذا رايي حقيقه. ما جاي كان النص يكرس كثير حقوق اضافيه عن اللي هن عم بيعانوا منه اساسا المذيعين مع المصارف، يعني نعم. جاي يكرس الامر الواقع الموجود. اعتقد لي ايضا اعطاء سند قانوني للمصارف، لانه بكره صدرت قرارات بالاستئناف. نعم. هذه شغله كبيره بتصير. طيب هلا عم بتقول انه كان جاي صيغه القانون اللي تكرس الامر الواقع والاجراءات التي تقوم بها المصارف حاليا، ويلي عم بتقول عنها حضرتك لانها لا تستند الى سند قانوني ولكنها كانت ضروره لبقاء النظام المصرفي. هلا ما طرح على طاوله مجلس الوزراء سحب الاقتراح الاول، وعم بتقول انه في قانون ثاني عم يطرح من وزير اخر غير وزير المال، على ماذا ينص؟ وربطا بهذا القانون بدي احكي عن ايضا الهيركت، يعني شو ما هي السقوف التي تدرس حاليا بموضوع الهيركت؟ خليني اقول لك انه المشروع الجديد المطروح من قبل الوزيرين المذكورين هو مشروع في اذا بدك معايير اخرى مختلفه واستثناءات اخرى. يعني بقلك باختصار انه مثلا ما بدي ارجع عيد، يعني مثلا في استثناءات تتعلق بالسفرات، في استثناءات تتعلق ب يعني ناس مضطرين يكون عندهم تفلت من هذه القيود، وبالتالي هذا الموضوع كمان احسن بقلك للمودعين، لانه عطيهم مجال اكبر لاكثر سحوبات مما كان عليه
المشروع الأول. المشروع الأول كان مبالغه أقل مما هو عليه المشروع الجديد، بس كله هذا بيبقى هلا في إطار المشاريع. نعم. ما في شيء نهائي. ولا بالضرورة هذا رح يقر أمام مجلس وزراء. طب ما نحكيكي بعد عن مجلس النواب لأنه بده يرجع يروح على المجلس. نعم. هاي من ناحية، من ناحية تانية اللي تفضلتي فيه بسؤالك عن موضوع الهير كات. ما بعتقد في هير كات قريبا، أو ربما مش موجود، مش رح يكون. وأعتقد إنه ما يعني يحكى عن هير كات هو مقدمة لطرح أمور تانية بتصير تنهضم أكثر اجتماعيا. مثل شو؟ مثل البيل إن. بيل إن يعني إعطاء المودعين جزء من إيداعاتهم مقابل أسهم. بدي أفترض إذا شخص عنده مليون دولار بالبنك بيعطوه 300 ألف دولار أسهم بهذا المصرف، ويجمد مبالغ على 5 سنوات وبيتقاضي عليها نقاط إضافية. هلا هيدا الموضوع صار بعدد من البلدان عانت أزمات مصرفية ومالية ونقدية، منها القبرص مع بنكين على الأقل، البنك القبرصي وليكي بنك، وصار في هذا اللي اسمه بيل إن، يعني إعطاء المودعين بجزء من إيداعاتهم أسهم، بصير عندهم ربما أكثريات بالمصارف. نعم. بصير عندهم، بصيروا مساهمين بالمصارف. إيه، بس هو شو هو السقف يلي على أساسه بيعطوا أسهم؟ يعني الواحد إذا عم تقول لي، عم تقول لي معه مليون دولار، هلا يعني اللي معه أكثر مثلا من 500 ألف دولار بيعطوا أسهم بنسبة معينة، أو اللي معه أكثر من 400، أو اللي معه أكثر من 800، ما هو السقف يلي سيعتمد، أو على الأقل عم يدرسوا إنه يعتمدوه لي إذا بدك لحتى يعطوا بدل مبلغ مالي من الوديعة بالمقابل أسهم بالمصرف نفسه؟ بالأرقام وبالسقوف بعد ما في شيء نهائي. اساسا هو هيدا فكره، بعد فكره. وهيدي من الافكار اللي هي ترميميه، يعني هي اذا بدي. هل هذا قانوني؟ هل هذا قانوني؟ وهيدا كمان غير قانوني. لانه برجع لك مخالف بيكون للفقره واو من مقدمه الدستور، تحكي عن نظام اقتصادي ليبرالي حر وعن ملكيه خاصه، ملكيه حمايتها مش بس على العبارات. ايضا الأموال النقدية للناس هي ملكية خاصة جديرة بالحماية، إلا إذا قوننوها بقانون. يعني ممكن حتى لو قوننوها بقانون، هذا القانون عرضة للطعن أمام مجلس دستوري من قبل 10 نواب أو من المرجعيات الأخرى. إلا إذا صدر بقانون دستوري كمان، وبده يكون يعني تعديل للدستور، تعليق لهذا الحق للمودعين، وبده يكون معلل ومبرر بالأرقام وبالمهن، وقلت لك يكون محصورا نطاق زمنيا وموضوعيا بالموضوع تبعه. نعم. فدونه عقبات ايضا دستوريه. وهو كنت عم بقول من الحلول الترميميه. يعني بالعربي المشبرح ترقيع. لانه برجع اقول لك خلفيته ربما تكون حميده، لانه في مشارف انهيارات معينه مفروض تترمم وما تصير، لكن ايضا منه من الحلول الخلاقه المبدعه يلي نحن ناطرينها من هالحكومة. أولا، وثانيا مطلوب من هالحكومة إن هي تقدم سلة متكاملة مترابطة من الحلول لحتى الناس تقدر تفكر تضحي. بس الناس تعبانة لدرجة وموجوعة ومنا مؤمنة وما عندها ثقة بعد كافية بما تقوم به الحكومة حتى تقدر هي تضحي. إذا مش رح قلك تضحي يعني تتبخر جزء من مدخراتها لا سمح الله، على الاقل منا مستعده هي تبادل اموالها النقديه باسهم. هي بحاجه لهالمبالغ تكون متناوله، فبدك تقدمي لها ما يعيد الثقه الى الناس من اجراءات اصلاحيه بدءا بمكافحه الفساد فعلا وليس قولا، ومش الهاء الناس بنصوص. لأن صار عندنا تخمة بالنصوص القانونية وصولا ل يمكن عصر هذا الاجتماعي التشريعي. بدنا فعلا نشعر بالثقة، وهذه الثقة هي المفتاح السري لكل الحلول اللي ممكنة. نعم. طيب
أنا بدي أشكرك دكتور بول، يعني على السكايب عم نحاول ناخد منك هول الأجوبة، بس بدي سريعا منك عن ما بعرف إذا فينا نحكي شوي عن خطة هذه الحكومة لمواجهة أزمة الكورونا، عن حالة الطوارئ أو حالة التعبئة العامة، ألا تستلزم أنه إقرار خطة لتنفيذها تزامنا مع إعلان حالة هذه التعبئة؟ خليني اقول لك انه الفرق بين التعبئه والطوارئ انه سبب التعبئه هي تبقى احداث تتخذ طابع الكارثه اللي نحن فيها. نعم. الطوارئ هي غالبا بتكون لاسباب امنيه، بس مش بالضروره دائما لاسباب امنيه. يعني بال 26 وبال 44 صار في حاله طوارئ بسبب الطاعون نعم بوقته، وبعتقد بال 56 اذا مش غلطان صار في زلزال ايضا. فما في شيء بيمنع اعلان حاله الطوارئ. حاله الطوارئ هي متقدمه اكثر من حاله التعبئه العامه بشو؟ رح اقول لك، ونحن عاملين بجستيسيا دراسه حملتين بشكل مقارن ونشرنا جدول مقارن بين الاثنين. بسرعه رح اقول لك، اثنيناتهم كان التعبئة العامة ولا الطوارئ بيجيزوا مصادرة الأشخاص والممتلكات فرض بعض الأعمال، لكن ما يفرق حالة الطوارئ عن التعبئة اللي احنا هلأ فيها أكثر هو إنه الجيش بيتولى السلطة نعم والمحكمة العسكرية هي بتنظر بالقضايا والنزاعات، نعم بينما اليوم بالحالة اللي احنا فيها بالتعبئة منضلنا بحالة مدنية نعم وبنقدر نكلف الجيش عندما بنريد نكلفه، إن كان ب منع تجول بصورة طبعا ضيقة ما فيها تكون يعني مطلقة مثل ما هي الحد عن الطوارئ، وفينا نكلفه بالمساعدة في الإغاثة وفي مساعدة الناس المنكوبين. نعم. بتبقى كمان هون برجع للتعبئة، في ميزة أساسية لها هي فرض الرقابة على المواد الأولية وتوزيعها وتنظيم الاستيراد وتخزينه وتنظيم المواصلات. يعني هون بغمز من قناة الأجهزة الطبية والمواد الطبية والمستلزمات الطبية يلي بيسوى الحكومة تتدخل اكثر، يصير في حدود اكبر من التدخل الانترفنسيونيزم من قبل الدوله، لانه هلا بسبب قاهر واستثنائي لضبط موضوع كيفيه التعامل بهذه الاجهزه وخصوصا الريسبيراتور آلات التنفس الاصطناعي والكمامات والالكول والهاند سانيتايزرز المواد المعقمة وغيرها من المواد المعقمة بالسوق يلي بيسوى الحكومة بالحالة الحاضرة من التعبئة تتدخل أكثر. نعم. لناحية خصوصا المحافظة على سعر معقول ومقبول ريزونابل لهالمواد الإخرامية اللي حكيت عنها، وبالنسبة للأجهزة الطبية تدخل اكثر، والى حق هون بصير الدوله الى حق التدخل اكثر مما لو كنا بحاله عاديه. نعم. تتدخل مع القطاع الخاص لتشوف شو عنده ستوكات ولمين عم ببيعها وبقد ايه عم ببيعها، واذا عم بصدرها بيرجع للخارج وبيهربها عن طريق المستهلك او عن طريق المريض في لبنان. فهي ضروره بعتقد تبرر للحكومه التدخل. ما بيجوز اليوم يكون عندنا اسعار غير منطقيه وبتتخطى الربح، يعني ما بقى هيدا حتى ربح لا فاحش ولا كبير. وقت اللي تنباع قليل الالكول سبيرتو اللي بسموها المعقمات كمان وغيرها باسعار غير معقوله، يعني 10 اضعاف مما كانت الارباح سابقا، هامش الارباح، هوامش الارباح فيها تتدخل فيهم اكثر وزاره الاقتصاد، بس بجد هالمره مش بس باعلانات وبيانات. نعم نعم. حتى كمان بعرف اليوم مستوردين
مستوردي الادويه ومستوردي الاجهزه الطبيه بيسوى يكون عندهم هامش للربح، واكيد هذا شيء مشروع، بس ما بيجوز استغلال الازمه الى هذا الحد من البعض مش للكل غير الانساني، ان كان بالادويه وهذه المعقمات والمواد الاوليه، وان كان بهذيك الاجهزه وكيفيه التصرف بها في الداخل ومع الخارج. نعم. كمان على الدوله موجبات هالمره مش بس على القطاع الخاص. مثل ما تحسنت امورهم بعض الشيء هاليومين مساله استيراد هذه المواد، يصير في تفعيل اكبر لهالموضوع، وهون تدخل اكثر ايضا مع المصارف، لانه اذا انحلت على مستوى مصرف لبنان من ناحيه تامين السيوله اللازمه، لكن ايضا المصارف بدها تنفذ هذا الموضوع بسرعه قصوى. نعم. بحاجه الناس الى تدخل اكبر من الدوله بهيدي الامور وهي المواد وهي الاجهزه. صحيح. شكرا لك دكتور بولمرقص على هذه المداخله. نحن بدنا نتوقف مع فصل اعلاني قصير وبنرجع لحلقتنا. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع أيضا مداخلة من ضيفي عبر سكايب أيضا دكتور عادل يمين. صباح الخير دكتور. صباح النور لك وللمشاهدين أستاذ جوزيفين. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني سمعنا أو قرأنا رد قصر بعبدة أو حديث بعض على حديث بعض الصحف عن يعني محاولة للعب على الوتر أو وتر سياسي في إعلان حالة التعبئة أو إعلان حالة الطوارئ، ورفض يعني بعبدة إعلان حالة الطوارئ لأسباب محددة. أولا بدي أسمع منك اليوم، هل لبنان بالظروف التي يمر بها هو بحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ؟ وماذا تعني حالة إعلان حالة الطوارئ لجهة إمساك الجيش بكل مفاصل الدولة؟ تفضل. بالحقيقة اللي علقوا وحاولوا زرع الإسفين بين المؤسسات الأمنية ورئاسة الجمهورية، صحيح، انطلقوا من تفسير خاطئ ومفهوم خاطئ لإعلان حالة الطوارئ. وللأسف أنه سمعت بعض الآراء القانونية اللي بتقول أنه بحالة الطوارئ بتنتقل السلطة لقيادة الجيش. نعم. هيدا الكلام بالحقيقة منه دقيق إطلاقاً، لأنه بحالة الطوارئ بحسب المرسوم الاشتراعي رقم 52 على 1967 اللي بيحصل أنه بتتولى القيادة العسكرية العليا المحافظة على الأمن. وقت لما نتحدث عن المحافظة على الأمن ما بيعني أنه بتتولى السلطة السياسية، ولا معناتها أنه قيادة الجيش بتتولى السلطة التنفيذية إطلاقا. هذا الأمر بيعني أنه القيادة العسكرية العليا بتصير تحت إمرتها كل الأجهزة الأمنية بما فيها الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والإطفاء وإلى آخره، من دون أن تتخلى السلطة التنفيذية المتمثلة بالسلطة السياسية وتحديدا بمجلس الوزراء بدورة وبصلاحياتها وباختصاصاتها إطلاقا. وفوق ذلك بريد ذكر أنه رئيس الجمهورية بحسب المادة 49 من الدستور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو أيضا رئيس المجلس الأعلى للدفاع، ما يعني أنه هو بذاته رئيس السلطة العسكرية العليا اللي بحسب قانون إعلان حالة الطوارئ بتتولى صلاحية المحافظة على الأمن. نعم دكتور. وبالتالي يعني وبالتالي عم بتقول حضرتك، بس لنفسرها بالسياق السياسي اللي انحط، وبالتالي انه القول بانه رئيس الجمهوريه لا يعلن حاله الطوارئ كي لا يسلم قائد الجيش زمام الامور هو قول يعني عارا عن الصحه، لانه بالاساس حتى باعلان حاله الطوارئ رئيس الجمهوريه هو له الكلمه الفصل على اعتباره رئيس القوات المسلحه. لسببين أستاذ جوزفين. أولا لأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء، وثانيا هو رئيس المجلس الدفاع الأعلى
اللي هو بيشرف طبعا على السلطة العسكرية العليا. والسبب الثاني والأهم أنه إعلان حالة الطوارئ لا يعني بتاتا نقل السلطة التنفيذية إلى قيادة الجيش، بل يعني فقط تكليف صلاحية المحافظة على الأمن مع بعض الصلاحيات المتعلقة بحالة الطوارئ والمحددة حصرا، ومن دون أن تتخلى السلطة التنفيذية والمواقع الدستورية الأخرى من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة ومجلس نواب ومجلس وزراء عن صلاحيات بتاتا وإطلاقا. لذلك تبقى الحكومة قائمة بصلاحياتها وتبقى رئاسة الجمهورية قائمة بصلاحياتها، وإذا كان حدا قصده أنه قيادة الجيش بيكبر دورة أكثر بموضوع الأمن صحيح، ولكن بهاي الحالة المقصود السلطة العسكرية العليا اللي بيبقى رئيسها رئيس الجمهورية بنفسه، وهون ما بتنمس أبداً أدوار الرئيس، حتى ما أقول بتزيد عن أدواره التقليدية. وبالتالي يعني محاولة الإيحاء أنه رئيس الجمهورية عنده مشكلة بإعلان حالة الطوارئ خوفا من الانتقاص من دوره أو من تسليم زمام الأمور بالبلد للجيش، هذا الأمر منه صحيح إطلاقا، لأنه مستند لقراءة خاطئة. وللأسف سمعت بعض الآراء القانونية كمان اللي بتقول أنه قيادة الجيش بحالة الطوارئ بتستلم البلد، وهذا الأمر بخالف تماما النصوص الصريحة للمرسوم الاشتراعي رقم 52 طيب. على 1907. نعم دكتور، خليني كمان اتوقف عندك عند هل لبنان اليوم بظروف التي يمر بها هو يعني في يعني في ضرورة الى اعلان حالة الطوارئ، ولا هل تكفي بس حالة التعبئة العامة؟ بالحقيقة سمعت كمان رأي قانوني بيقول انه حالة التعبئة العامة تعلن بحالة الكارثة، وحالة الطوارئ تعلن بحالة الخطر. لا بالعكس، يعني كمان هيدا الكلام مش دقيق، لأنه بحسب أحكام قانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 102 على 1983 تعلن حالة التعبئة العامة بحالة الخطر. أما موضوع الطوارئ وبحسب المرسوم الاشتراعي رقم 52 على 67 فيعلن بحالة الخطر المداهم أو بحالة حدوث أحداث تأخذ طابع كارثي. وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للدفاع تم إعلان حالة التعبئة العامة. فإذا المجلس الأعلى للدفاع المعني الأساسي واللي هو بيقترح حالة التعبئة العامة هو بعد مداولات اقترح على مجلس الوزراء أن تعلن حالة التعبئة العامة. أنا بريد أذكر أنه هناك أدوات قانونية مشتركة عديدة بين حالة التعبئة العامة وحالة الطوارئ. هناك قدرة لمنع التجول وتنظيم التجول، وقدرة على مصادرة الأشخاص والممتلكات والأشياء والحيوانات بالحالتين. كذلك حالة التعبئة العامة اللي نحن فيها تتيح مصادرة وتنظيم الطاقة ومصادرة وتنظيم وتخزين المواد الأولية بما فيها المواد الغذائية، وهذا الأمر يمكن أن يتم بقرارات ومراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، وتكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارات المعنية حتى الإدارات المدنية تنفيذه. الفارق أنه بحالة الطوارئ وبحالة إعلان الطوارئ هناك بعض الفوارق رح أذكرها بسرعة. نعم. بحالة الطوارئ هون بين هلالين بالحالتين لابد من قرار يتخذ في مجلس الوزراء بأغلبية ثلثين الأعضاء الذين تتألف منهم الحكومة بحسب مرسوم تأليفها عملا بأحكام المادة 65 من الدستور. ولكن حالة الطوارئ لازم تنعرض عندما تقرر على مجلس النواب خلال مهلة 8 أيام للنظر بهذا التدبير،
بينما حالة إعلان التعبئة العامة لا تحتاج إلى مثل هذا الإجراء. ولكن برجع لموضوع الفوارق، بالنسبة لإعلان حالة الطوارئ رح عدد فوارق أو أبرز الفوارق كما يلي: واحد، بحالة إعلان حالة الطوارئ تكلف القيادة العسكرية العليا كما سبق وذكرت المحافظة على الأمن، وبتصبح كل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحت سلطتها. اثنين، هناك مجموعة من الحقوق تصبح بإمكان القيادة العسكرية العليا أن تتولاها، وهي بتستنسب شو اللي بتقرره من جملة هذه الحقوق. يعني بهاي المجال فور إعلان حالة الطوارئ يصبح بإمكان السلطة العسكرية العليا فرض التكاليف العسكرية بطريق المصادرة، وبتشمل الأشخاص والحيوانات والأشياء والممتلكات. بتقدر تتحرى المنازل في الليل والنهار، بتقدر تعطي الأوامر لتسليم الأسلحة والذخائر والتفتيش عنها ومصادرتها، وفرض الغرامات الإجمالية والجماعية، وإبعاد المشبوهين، واتخاذ قرارات بتحديد أقاليم دفاعية، وكذلك فرض الإقامة الجبرية على الأشخاص اللي بيقوموا بنشاط يشكل خطر على الأمن العام، ومنع الاجتماعات المخلة بالأمن، وإقفال السينما والمسارح والملاهي، ومنع التجول، ومنع النشرات المخلة بالأمن، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات المختلفة والإذاعة والتلفزيون والأفلام السينمائية والمسرحيات. إذن منلاحظ هناك تقييد أكبر للحريات في موضوع إعلان حالة الطوارئ. فضلا عن ذلك كله، بتقدر السلطة العسكرية العليا تحيل للمحكمة العسكرية الجرائم الواقعة على أمن الدولة وعلى الدستور والأمن والسلام العام في حالة الطوارئ، كما ساعتها بتحيل أيضا للمحكمة العسكرية جميع المخالفات لأحكام قانون الطوارئ، وتحديدا المرسوم الاشتراعي رقم 52/67. انطلاقا من ذلك، اللي بقدر استنتجه وقوله، إعلان التعبئة العامة يوفر أدوات قوية بيد السلطة التنفيذية لمواجهة وباء كورونا، من جملتها مثل ما ذكرت الحق بفرض الرقابة على مصادر الطاقة، وكذلك تنظيم توزيعها، وفرض الرقابة على المواد التموينية والمواد الغذائية، وكذلك الانتاج الصناعي، وتنظيم استرادة وخزنة وتصديرة وتوزيعة. وأيضا يحق للسلطة التنفيذية أيضا في إطار إعلان التعبئة العامة تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات، بمعنى بتقدر تفرض منع التجول وتنظيم النقل والانتقال، وكذلك تستطيع السلطة التنفيذية مصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين. وفي هذه الحالة بحسب كمان قانون التعبئة العامة، يعني تحديدا قانون الدفاع الوطني، تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ. نعم. هلأ قانون الدفاع الوطني نفسه بالفصل المتعلق، يعني بالنصوص المتعلقة بالتعبئة العامة، ينص وتحديدا بالمادة 3 على أنه إذا تعرضت البلاد للأخطار المحددة في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/1967، يعني المرسوم اللي بيحكي عن حالة الطوارئ، تعلن حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية، وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور. فإذا قانون الدفاع الوطني بذاته بيقول إذا انتقلنا لدرجة الخطر، يعني لخطر مداهم مثل حرب خارجية أو اضطرابات بتهدد النظام أو الأمن العام، أو أحداث بتاخد طابع الكارثي، ساعتها بننتقل بقرار طبعا من مجلس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ.
نعم. هون من حق السلطة السياسية وتحديدا مجلس الوزراء السلطة الإجرائية أن تقدر بحسب المعطيات هل نحن بحالة خطر أم بحالة كارثة. إذا كنا لازلنا في حالة الخطر فإعلان التعبئة العامة يكفي، وهناك الكثير من الأدوات القانونية بيد مجلس الوزراء بمراسيم تتخذ فيه وتكلف الأجهزة الأمنية والمدنية تنفيذ الخطط اللي بيوضعها مجلس الوزراء في هذا السياق لمواجهة وباء كورونا. أما إذا بلغنا حدثا وقد يكون صحيا يأخذ طابع الكارثة، إذاك ننتقل إلى الدرجة الأعلى اللي هي والأقصى اللي هي حالة الطوارئ. ولكن هون بريد أقول إنه بحالة الطوارئ يعني اللي بيفرق يمكن هيبة أكتر، لأنه الجيش يعني القيادة العسكرية العليا بتكون كل القوى الأمنية تحت سلطتها. ولكن بدي ألفت النظر كمان لبعض وسائل الإعلام اللي عم تدعي لإعلان حالة الطوارئ. إعلان حالة الطوارئ بيتيح بمكان ما تقييد الحريات، وكذلك بيجعل اختصاص المحكمة العسكرية لأي مخالفة من حيث تطبيق أحكام الطوارئ. لذلك إذا كان القصد التدابير اللي بتتعلق بمنع التجمع ومنع التجول ومنع الاحتكاك وأيضا تنظيم موضوع مصادر الطاقة والمواد الغذائية والتموينية وتنظيم النقل والانتقال ومصادرة الأشخاص والأموال والخدمات عند الحاجة، فإعلان التعبئة العامة بحد ذاته كافي لتحقيق ذلك. أما إذا الوضع أخذ طابع كارثي ويمكن صرنا بحاجة لفعلا لبعض القيود أكثر، سواء بما يتعلق بالحريات أو بما يتعلق ربما بهيبة الجيش لمنع التجول، قد نحتاج إلى إعلان حالة الطوارئ. ولكن أعتقد أن السلطة التنفيذية لديها من المعطيات التي دفعتها إلى تقدير الموقف والقول، وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للدفاع. يعني إذا كان المجلس الأعلى للدفاع هو المعني الأول بحالة الطوارئ، هو نفسه ما اقترح طوارئ، هو اقترح إعلان تعبئة عامة. إذا التعبئة العامة إذا بيتم تطبيقها بتشدد وبحزم وبتعاون كل الأجهزة وبتفهم المواطنين وتعاون المواطنين، أعتقد أنها تكون كافية أقله في ضوء اللحظة الراهنة من المعركة ضد وباء كورونا. نعم، شكرا لك دكتور عادل يمين على هذه المداخلة. خلص وقتنا بهيدي الحلقة، بس بدي أذكر أنا وياك أنه صدر بيان عن وزارة الصحة منذ قليل، قالوا أنه أعلنوا فيه أنه ارتفعت حالات المثبتة بالمصابة بفيروس الكورونا إلى 333، أي بزيادة 29 حالة عن يوم أمس. مجددا بدي أشكرك دكتور عادل، يمكن بعده معنا، شكرا لك. شكرا على هذه المداخلة، وطبعا رح نكون بهذا الموضوع دكتور عادل بنشرة الأخبار المسائية من اللي تفضلت فيه حضرتك عن أعلان حالة الطوارئ وعن الإجابة على من يتهم رئيس الجمهورية بعدم إعلانه هذه الحالة لأسباب تتعلق ب يعني علاقته بالقوى الأمنية. رح نكون بتقرير مفصل عن هذه النقطة. شكرا لك. بدي كمان أرجع أقول إنه اليوم بمناسبة عيد البشارة بدي أعيد كل اللبنانيين هذا العيد المشترك عند كل اللبنانيين بطوائفهم. بعد شوي رح نكون بصلاة مباشرة من الفاتيكان من البابا فرانسيس حوالي الساعة 1 مباشرة من الفاتيكان، رح تنقل مباشرة على الهواء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.